يا السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قررنا اننا نشاركوا معكم داكشي اللي غادي نديرو، وكان ان ديما في المكان وحل كنجي نحتاج النصائح ديالكم. نتوما عارفين الاب ديالي في السجن مشدود، يعني ما غيعطينيش نصائح، وانا دابا في تركيا ما كاينش اللي غادي يديري صوني ليا. الام ديالي مسكينه الله يرحمها في هاد النهار غادي متوفي، هي اللي كنت كناخذ عندها نصائح، من غيركم بقيتوا ليا غير نتوما. قبل ما ندير الفيديو ديالنا بغيت نذكركم بالمنصة ديال اونلاين تريد. الناس اللي تفرجوا فيه فيديوهات قبل عارفين، الناس اللي باقيين جداد وباقي ما عارفينش غنعاود نذكركم بها. اونلاين تريد تاسست في سنة 2014، كتخدم في 194 دولة، وهاد المنصة هادي حلال 100%. هاد المنصة هادي كيتشاقوا فيها بزاف الناس حول العالم، وهاد المنصة هادي كتوفر لكم بزاف الفيديوهات التجريبية وفيديوهات تعليمية. يعني كتدخل بلا ما تقدر تمشي تقلب في يوتيوب كيفاش نتعلم كيفاش ندير، في الابليكاسيون كاينين فيديوهات كيفاش تعلم تريد. هاد الفيديوهات هادو كيشرحوا لكم لي زيتاب من ا حتى لزد، يعني كيفاش تبدا وكيفاش تسال. انا عطيتكم دابا الاخوان واحد الاكزومبل، غنوريكم دابا كيفاش كيتم التداول. غير نتوما غادي تداولوا بواحد الفلوس تجريبية، حيت باش كتفتح كونت كيعطيوك 100000 دولار فلوس تجريبية، يعني غير ماشي غير زوري غير في الابليكاسيون، يعني مايمكنش تشريهم، غير فلوس تجريبية باش ما تخسرش فلوسك الاصليين. انا دابا ما غاديش نداول فلوس تجريبية، غادي نداول فلوسي انا. بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش. دابا انا الاخوان مشي شارجي الابليكاسيون، انا دابا غادي نداول لمدة دقيقة وغنشوفوا شحال غنربحوا. كما شفتوا الاخوان ربحت 90 دولار، وهاد 90 دولار هادي يمكن لي نسحبها بكل وسائل الايداع اللي كتوفرها هاد المنصه. الاخوان بالنسبه للناس اللي مهتمين والناس اللي انتريسي، غنخلي لكم لي في الديسكريبسيون، غادي يعطيكم 100000 دولار في عوض 10000 دولار، يعني 100000 دولار كفلوس تجريبيه. غنخلي لكم لي كاين في الديسكريبسيون، غنخلي لكم كود برومو ديالي هادي على كيعطيكم 30% من الايداع اللي غتحطوا نتوما في فلوسكم، يعني 30% كتزادك لي في الديسكريبسيون. كملوا الفيديو. يعني كنحاول ناخذ رؤوس الاقلام وكنحاول نقرا لي كومونتير كاملين باش نشوف النصائح، حيت فريمون انا عندي ناس كبار، عندي ناس كبار زوينين مؤدبين متخلقين كيكتبوا لي كومونتير. تخيل معايا بعض المرات كيوصل عاد شي كومونتير يوصل بحال هكا قد هكا كنبقى نقرا فيه. اليوم قررنا اننا نشاركوا معكم واحد الموضوع اللي بغيت نبارطاجيه معكم. انا الحاجه الوحيده اللي كانت مخلياني في المغرب وكانت صابره هي الام ديالي. كاين عندي خويا حسين ايوب، العائله ديالي، ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت مصبراني تما هي الام ديالي. الموضوع الا هو ماشي الاستقرار هنا، بطبيعه الحال ما يمكنش لي نستقر هنايا، مي هو فاطمة الزهراء تولد هنايا. وفاطمة الزهراء جا الموضوع صعيب، وماما هي غتشرح لكم شنو اللي جاني صعيب. هو دابا انا باقا ما قلت لماما والو، ما عرفتش واش غادي توافق ولا لا. وهذه هي قاطعتك. دابا المشكله هو اننا هنا جينا غير باش نرتاحوا، حيت بزاف الناس دابا شحال من واحد في العائله ديالي كنقول لي جينا باش نرتاحوا. فاش البارح كنت طلقت ليه قلت لي مرا واقيلا غنستقروا، كيقول لك واه خلي داك الكذوب ديال السوشيال ميديا، خلي داك الكذوب. انا بحال هكا، انا ربع المرات انا راه كنكون عندي فكره، دابا دوز نص ساعه كنبدل الفكره. انا بحال هكا راه ماشي كنكذب. عرفتو معاش قال لي مع الربع ديال اللي قال لي اشنو بالك وكون ولدنا كون غير ولدتي زعما هنا. واش فهمتوا؟ انا ماشي كنكذب، انا ما عنديش معك دوز السوشيال ميديا. انا تقدر القرار ديالي نبدلو في جزء من الثاني، انا جيت باش نفوج واشي عارفينو الدار واشي عارفينو، وقلتو للعائله انا جيت باش عندي غير شهر ورجع. ولكن بعض المرات كدور ليا في الخوا، واش فهمتوني ما فهمتونيش؟ انا اللي طاح ليا في بالي سير كمل تعاد نكمل. قلت لكم انا اللي خايفه منه هو انا ما عنديش تجربه زعما فايته ليا والده وداكشي باش بالزعم نقابلو. اما انا عادي هنا كانت عندي تجربه قبل، عادي نولد هنايا حتى نكون مجرباها قبل، ودابا ما عنديش تجربه وخايفه حيت ما عادش نعرف، خفت لنشد. دابا انا قالت لي بحال هكا، قالت لي باغيش ماما من الاخر. الصراحه ماما قلت لكم حيت ما عنديش تجربه، فهمتوا؟ ما كاينش اللي غادي يعاونني. دابا الام ديالك كانت قالت لي فاش نولد في المغرب غادي تريح معنا تعاونني. يا الصراحه وقالت لي ماما تهش كمل 6 شهور وجي خودي. سمع قالت لي جيبوا لي الحليب والليكوش. مرحبا. شكرا هذه احسن حاجه غادي ديري. قالت لي ياكم 6 شهور وجي خودي جيبوا لي الحليب والليكوش وانا يا صافي. ويلي والله ما نكذب عليك، ولكن ما يمكنش. اول تجربه كنبغي نعيش الامومه، ما يمكنش لي نعطي ولدي ضروري عشان بغيت نعيش الابوبه. المهم الاخوان، كانت الفكره هي انها فاطمه الزهراء تولد، وعندنا فكره اللي بغينا نستشروا معكم فيها هي نقدروا نريحوا هنا، نكملوا بعدا الشهر اللي عندي في هذا لوطيل ونمشيو لشي بلاصه بعيده هنا، حيت انا في الاستقلال هنا عارف الناس الكرا غالي. انا كنجي هنا غير باش نبقى في هذه البلاصه هذه ونبقى نصور ونبارطاجي معكم. اما الا بغيت نريح هنايا بالمولد فاطمه الزهراء غادي نمشي لشي بلاصه بعيده شويه من هنايا تكون رخيصه ونريح فيها.
قلنا علاش ما تقربش تتقربت ولد ونصيفطو ام فاطمه الزهراء تجي عندنا، ولكن فكرنا ان ام فاطمه الزهراء عندها ديك البنيه صغيره. دابا شنو ويت انا فكرت شي اخبار يلا اقسم بالله يلا قلت لي. مهم تقول لنا الاراء ديالكم حيت ما عرفناش هادشي في شكل. دابا هي فريمون هي اول ولدك تكون شويه قاصحه. بغيت نسول زعما واش يمكن لينا زعما نولدو هنا وخاصة تدوز واحد المدة على تقدر تهبطي انت وزعما ضروري. ضروري خاصة فاش تولد هنايا خاصة تدوز واحد المدة ديال تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور باش يطلع عليه الباسبور. ما يمكنش يمشي غير هكا. وحنايا ما عندناش شي ورقة هنايا ديالنا حنا انا وياك خبارك؟ كيف ديالنا انا وياك؟ زعما الا بغينا باش نطلعوا ليه وراقي وداك الشيء. كلشي يصيفطوا لنا في المغرب. كلشي يصيفطوا العقد الزياد زعما داك الشيء محال. الناس اللي ساكنين في تركيا يعاودوا لنا كيفاش البلان الا قررنا مثلا اللي عندهم تجربه الا قررنا مثلا يتزاد الولد هنا شنو الاجراءات اللي نديروا الا بغينا نرجعوا للمغرب من وراها ولا انا ماشي حيت بزاف الناس غيسحبوني انا على قبل الجنسيه من لا هنا كاينين طب زوينين هنا كاين بزاف كاين اللي كتزوين العنايه اصلا معروف العنايه كلشي زوين ماشي انا باغي ندير على حساب الجنسيه انا جنسيتكم بغيت غير نمشي لاسبانيا ونمشي لايطاليا وتما يتزاد اما هنا هنايا راه عادي فهمتوني هنا عاشو اصلا المعيشه في المغرب احسن منها غير هو هنايا الاماكن البلايص المواصلات بزاف د الحوايج اللي زوينين الفرق من بالبلد. اما المغرب كدوله من غير الناس اللي كدوله زوين المغرب احسن جو كاين في العالم هو المغرب عندنا الصيف والخريف والشتاء وكل شيء في بلاصتو ماشي بحال هنايا اكثر يد الشتاء شويه ديال الصيف واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش مال الحمد لله على كل حال باش ما كان الاخوان جاوبوني في لي كومونتير الله يسهل لكم محتاجينكم في لي كومونتير يا كنتو كتفرجوا في فيسبوك يا في سميتو يا في يوتيوب جينا ومي بان لنا هذا المحل الاخوان ديال الحوايج ديال الدراري الصغار قلنا ندخلوا لبان لنا شي حاجه زوينه موجودين والو والله باقي ما موجودين شي حاجه قلنا لك كانت شي حاجه بديتو جديد ياك في الاول ما خايبه وعلاش حنا دخلنا لا فاش تكون عندك شهر داكشي ما خافش دابا بغينا الا قالت شي حاجه زوينه نتقداوها نخليوها لينا حنا ما عارفينش داك شحال كيكون عندنا في القيع تكونوا صغيرين ها بحال هكا ها هادو ديال البنات ديال البنات شويه بحال هادو ديال الدراري ها ما سولناها هادو شفتيها سولناها قلت لها هادي الدراري يلا مزيودين هادو شفتو هنا ديال البنات هادو وقالت لي هادو هادو ها هما الشوم هادو ديال الدراري ها هما صغيرين شوفوني حل 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 هادي زوينه هادي هادي زوين ياك حل هادي يد هادي يد هادي يد هنايا كاين هذاك اللي كيتلبس لتحت زوين زوين ديال الشمس شوفوا 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 هادو هادو تقيشرات وهادي هادي رياقه وهذا اللي كيتلبس لفوق وهادي الطويله زوينه زوينه بلي سولة بلي سولة الثمن شحال هادو ابلا هاو ماتش 468 مالك واش عجبك هاد اللون الصفر لا كاين الابيض كاين الابيض الابيض والزرق دابا الدري كيلبس غير الزرق والابيض كاين الزرق وهانت كاين هادي زوينه وهذاك اللون تا هو زوين كامل يا صفر لا هاد اللون وهاد اللون واحد فيهم غناخدو هذا وهذا الصفر ما ناخدوش اخوان سمعتوها قالت لينا 468 انا كنصحابها قالت لي 469 هي 468 468 ادون 468 اللي هي تقريبا شي 300 درهم مغربي غنحط لكم الثمن هنايا ما خديناهمش ندورو نقلبو على روسنا حيت كاينين بزاف د الحوايج هنايا كيكون شي بلاصه كتكون غاليه كتمشي في البازار تلقاها رخيصه بحال دابا هذه خذات واحد الزيت غنوري لهم غراتيس خديتو لقيناه بقربي انت قربي في مين خديتو ب 38 درهم وفي واحد البلاصه اخرى مشينا لقينا ب 89 مشينا لقينا 89 مشينا لبلاصه اخرى لقينا ب 38 و 33 هذا 33 ليره شنو الفرق بيناتهم يعني الناس هنا اللي كيقولوا ما عارفينش حاولوا تقلبوا ماشي اي محل دخلتوا تشريو منه هانتوما اللي قلت لكم شفتو بحالهم شوفوا الثمن 1493 بحال الاخرين بحال الاخرين زيد 1000 شي قلت لهم ودي ما قلبوا على راسكم ما يمكنش فاطمه الاخر خاسر ما يمكنش تهود هكا ما يمكنش شي شحال شي شحال شي شحال يلا 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 زيد يلا يلا غنمشيو ندورو من لهي وحنا دابا وصلنا للمحطه ديال المترو باش نرجعوا للدار خدينا ليه هذه
غادي نوريوها لكم ان شاء الله. تنوصلوا للدار نوريوها لكم ان شاء الله، تكون تفاؤلا بالخير والرزق والطمأنين باش نبقاو هنايا. واخا كيقول لكم خاصك تاخذ مسبقه للبيبي، ولكن عجبتني انا هذه داك الشيء علاش خديتها لي وبثمن اللي هو زوين. حتى للدار نوريوها لكم، غنخلي لكم الشين ديال فاطمه الزهره مازال غادي ناخذوا الحوايج، خاصنا نقلبوا على شي بلاصه يكونوا تمام زوين. ضروري حيت الحوايج ديال هنا زوينين، ما يمكنش نمشيوش للمغرب اصلا، حنا كنولدوا هنا اللهم نوجدوا دابا بصح. عرفت شي واحد واش دابا قلت لي شوف الدراري فاش كيتزادوا قداش، قلت لي انا غنقد نهزو بدوك الزق كاع رضاه ودير لي شي حاجه معاه. ودابا المهم الاخوان غنخلي لكم لاشين ديال فاطمه الزهراء في الديسكريبسيون وفي اول كومونتير. غير كليك قالوا ما بغاش يدخل. لا غادخل، غير كليكيو عليها غادي يدخل، غير كليكيو عليها غادي يدخل. تقسيم اخوان، راه عامر دابا، انا غادي نمشي للدار ونكمل لكم التصوير. بقاو معايا، شوفوا المترو شحال عامر. شوفوا غادي نطلعوا من هناش، غادي نطلع شوفوا المترو شحال عامر الاخوان. شوف ما تلقايش بلاصه فاطمه الزهراء، باغا تريح. سير اجي هنا زيد، شكون دفع فيا ريح. هاي 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 هذا الاخوان خديناه ب 400 ليره. تقريبا غنحط لكم الثمن ديال تقريبا شي 200، تقريبا شي 200 درهم غنحط لكم شي تقريبا. هنا هذه في المغرب غتكون دايره شي 300 درهم ياك. في المغرب غتكون دايره شي زوينه بحال هكا، غتكون دايره شي 300 درهم. شوف ماما قالت لها ما تاخذيش الحوايج، ولكن هي راسها قاصح خدات الحوايج. شوف هذا سليم بش. اش خديتي الحوايج دابا؟ باقي الوقت. هذا اللي بغيت نعرف شنو هو، واش ليزار ولا لبس؟ شنو هو هذا؟ شنو هذا؟ ما عرفتش انا، هادي وانا كنسول. ايه ليزار. انا كنسول. ديال التقماط. ديال التقماط؟ كيقمطوا به. وصافي الله يقمطك، كما قمطتيني في العاقه الله يقمطك. هادي 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 ه